تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثاني في مادة التاريخ، النموذج الأول، سنقوم بحله معا. النص التمرين الأول يقول: أصنف الآثار التالية في جدول. لدينا مجموعة من الآثار: فأس حجرية، مدينة تيمغاد الأثرية، مدينة جميلة الأثرية، رسوم بكهوف التاصيلي، الآثار الرومانية بتيبازا، قطع نقدية نوميدية، رأس رمح حجري، كتابة على ورق البردي. ولدينا هنا جدول: أدوات حجرية، نقوش صخرية، آثار عمرانية، مسكوكات ومخطوطات. نشرح: أدوات حجرية معنى كل الأدوات المصنوعة من الحجر. نقوش صخرية هي رسومات أو كتابة على الصخور أو على الحجر، تسمى نقوش صخرية. آثار عمرانية هي البنايات الكبيرة، مثلا خاصة المدن، لما نرى مدينة عبارة عن آثار عمرانية. مسكوكات هي النقود، قديما كانت تسمى مسكوكات. ومخطوطات هي الكتاب، قديما كانت تسمى المخطوطات. نقرأ الآثار هنا ونضعها في الجدول. فأس حجرية معنى فأس مصنوعة من الحجر. فأس حجرية هي أداة مصنوعة من الحجر مع أدوات حجرية. نكتب فأس حجرية هي من الأدوات الحجرية. ثانيا، مدينة تيمغاد الأثرية. لدينا مدينة، مدينة هي عمران، مدينة تيمغاد الأثرية نضعها مع الآثار العمرانية. لما نجد مدينة معنا آثار عمرانية، مدينة تيمغاد الأثرية. ثالثا، مدينة جميلة الأثرية، كذلك لدينا مدينة آثار عمرانية. أحسنتم، مدينة جميلة الأثرية. نواصل: رسوم بكهوف التاصيلي، كهف مصنوع من الحجر أو الصخر. إذن رسوم بكهوف التاصيلي هي نقوش صخرية. رسوم بكهوف التاصيلي. الآثار الرومانية بتيبازا، مدينة تيبازا، آثار جيد عمرانية. الآثار الرومانية بتيبازا. وصل. قطع نقدية نوميدية، قطع نقدية قديما كانت تسمى، أحسنتم، مسكوكات. نضعها مع المسكوكات. قطع نقدية نوميدية كانت تسمى قديما مسكوكات. رأس رمح حجري، رأس رمح، رأس سهم مصنوعة من الحجر. أحسنتم، من الأدوات. رأس رمح حجري من الأدوات. رأس رمح مصنوعة من الحجر. حجر. بقي لنا واحدة، كتابة على ورق بردي. كتابة هي من جيد المخطوطات. كتابة على ورق البردي، قديما كانوا يكتبون على ورق البردي وكانوا تسمى بمخطوطات. نراجع: الأدوات الحجرية هي الأدوات المصنوعة من الحجر. فأس حجرية، رأس رمح حجري. نقوش صخرية هي رسومات بكهوف، الكهف من تكون من الصخور أو الحجارة. رسوم بكهوف التاصيلي إذن تسمى بنقوش صخرية. آثار عمرانية هي المدن، مدينة تيمغاد الأثرية، مدينة جميلة الأثرية، آثار رومانية بتيبازا، كلها مدن. المسكوكات هي النقود، قطع نقدية نوميدية. والمخطوطات هي كتابة على الورق، على ورق البردي. ننتقل إلى التمرين الثاني. أشطب بطاقة كل عبارة خاطئة. الآثار القديمة هي كل مخلفات الإنسان في العصر القديم. الآثار القديمة هي كل مخلفات الإنسان في العصر القديم، معناها كل ما ترك الإنسان في العصر القديم يسمى بالآثار القديمة،
عبارة صحيحة. جيد، نواصل. النقوش الصخرية هي من الآثار القديمة. طبعا النقوش هي من الآثار القديمة. عبارة صحيحة. قسم المؤرخون فترة التاريخ إلى 5 مراحل. أحسنتم، خطأ. أشطب. لماذا قسم المؤرخون فترة التاريخ إلى مرحلتين وليس 5 مراحل؟ مرحلة التاريخ ما خل ما قبل التاريخ والمرحلة التاريخية. استقر الإنسان في شمال أفريقيا منذ القدم. صحيح، الإنسان منذ القديم وهو يسكن في شمال أفريقيا. عبارة صحيح. نراجع. الآثار القديمة هي كل مخلفات الإنسان في العصر القديم. صحيحة. النقوش الصخرية هي من الآثار القديمة. صحيح. قسم المؤرخون فترة التاريخ إلى 5 مراحل. خطأ، بل مرحلتين. 2. استقر الإنسان في شمال أفريقيا منذ القدم. عبارة صحيحة. نلتقي إلى التمرين الثالث. أضع كل كلمة في مكانها المناسب. لدينا ما قبل التاريخ، الصيد، الزراعة، مرحلتين، الكتابة، التاريخية، الكهوف والمعادن. ما قبل التاريخ، الصيد، الزراعة، مرحلتين، كتابة، التاريخية، الكهوف والمعادن. ولدينا هنا فقرة. نبدأ بقراءة الفقرة. قسم المؤرخون فترة التاريخ إلى، قلناها سابقا، إلى، أحسنتم، مرحلتين. 2. مرحلتين. 2. سوف نراهم قريبا. المرحلة الأولى مرحلة، جيد، ما قبل التاريخ. ما قبل التاريخ هي المرحلة الأولى، وهي الفترة الممتدة منذ ظهور الإنسان على سطح الأرض إلى غاية ابتكار الكتابة، حوالي 3200 سنة قبل الميلاد. معنى هذه المرحلة ما قبل التاريخ متى بدأت؟ بدأت منذ أن خلق الله تعالى سيدنا آدم أول إنسان على الأرض، واستمرت هذه المرحلة حتى سنة 3200 قبل الميلاد. هذه المرحلة الأولى، حيث سكن الإنسان خلالها في هذه الفترة. سكن الإنسان، أين سكن الإنسان في هذه الفترة؟ أحسنتم، سكن الكهوف. في الكهوف سكن خلالها، في الكهوف والمغارات، نفس الشيء كالكهوف. ومارس، ماذا مارس الإنسان قديما؟ جيد، مارس الصيد، مارس لكي يقتات، يتغذى ويعيش. المرحلة الثانية تسمى، جيد، المرحلة التاريخية. المرحلة التاريخية وتمتد منذ ابتكار الكتابة حوالي 3200 سنة قبل الميلاد إلى غاية عام 476 ميلادية. هذه المرحلة ابتدأت منذ أن ابتكار الكتابة، بدأ الناس تكتب، إلى غاية هذه السنة اللي هي 476 ميلادية. المرحلة الثانية، حيث تكيف الإنسان خلالها مع بيئته، تأقلم مع البيئة، فابتكر، ماذا ابتكر؟ أحسنتم، الكتابة. ابتكر الكتابة ومارس، جيد، مارس الزراعة، بدأ يتطور ومارس الزراعة، واكتشف كذلك، أحسنتم، المعادن كالحديد مثلا، المعادن، النحاس إلى غير ذلك. اكتشف واستخدمها في حياته اليومية، استخدم المعادن التي اكتشفها في حياته اليومية، وهذا كله في المرحلة الثانية. نعيد قراءة الفقرة. قسم المؤرخون فترة التاريخ إلى مرحلتين، وهما مرحلة ما قبل التاريخ وهي الفترة الممتدة منذ ظهور الإنسان على سطح الأرض إلى غاية ابتكار الكتابة حوالي 3200 سنة قبل الميلاد، حيث سكن الإنسان خلالها في الكهوف والمغارات ومارس الصيد لكي يقتات. المرحلة الثانية، المرحلة التاريخية، وتمتد منذ ابتكار الكتابة حوالي 3200 سنة، أي لما انتهت المرحلة الأولى انتقلنا إلى المرحلة التاريخية الثانية قبل الميلاد إلى غاية عام 476 ميلادية، حيث تكيف الإنسان خلالها مع بيئته، فابتكر الكتابة ومارس الزراعة واكتشف المعادن. لماذا؟ ليستخدمها في حياته اليومية.
وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.